السلام عليكم استاذ خيار زيد، محامي بالدار البيضاء. اولا كنشكر مغارب نيوز وفي شخص استاذ يوسف، وكذلك في شخص هشام اللي ديما كيواكبونا وهم مستعدين تما يضحيو معنا. كنضحيو على الشعب من اجل تحقيق العداله. اولا كنشكر الام المكلومه، انا كنوب عليها، رجعت عندي قبل ودرت لها شكايه. المهم خاصني نعاود القصه اللي هي واقعيه، راه ماشي قصه اللي خياليه ولا كاينه شي فيلم شي في التلفزيون. قصص هذه كتشوفهم كيبان لكم بانهم هادشي فعلا، راه عندنا اكثر من 80,000 اللي هما مقتولين وما معروفينش، معروفين الاشخاص ديالهم ما كيتعتقلوش. كيفاش هادشي؟ كيفاش حنا ولينا كنحشموا قدام هاد الامهات؟ ملي كيجي الميت ديال بناني تامي كيجيو جميع الامهات اللي والدي ولادهم مقتولين، حنا ولينا كمحامون كنحشموا بحال حنا ما كنديرو والو. كيفاش حنا قسما بالله ملي كيوقفوا علينا كنحسوا بانهم بحال حنا ما درنا لهم والو؟ حنا فعلا هاد السيده اللي هي سميتها الاسم ديالها اللي فيها لطيفه، اللي كانت جات عندي تقريبا هذه سنه ونص، هي الزوج ديالها كان على اساس انها قدمت شكايه بالقتل. العام الاولى كانت 7/5/22، الثانيه كانت 16/11/21، وانا قدمت شكايه من بعدها نفس التاريخ في 21 على اساس القتل والعمد عن طريق واخفاء معالم الجريمه. فعلا ملي جيت كنشوف انا درت شكايه، درت التذكير الاول الثاني، فعلا اتصلت بسيد وكيل العام المريخ، كان مشكورا من هذا المنبر وبالاخص النائب ديالو اللي متكلف في الدراسه ديال هذا الملف. فعلا ارسل الملف للفرقه الوطنيه كما عاهدني بذلك، وفعلا الملف كاين في الفرقه الوطنيه دابا. داروا بعض الحوايج، لاننا كان هناك واحد الشاهد في الملف اللي كان شاد. انا نعاود القصه من الاول باش يمكن لكم باش الشعب يفهم. اولا هذا الولد كان عنده عمره 22 سنه، اللي كانت الوالده ديالو يلاه تزوجاتو بشهرين، فاذا به في واحد الليل كيتصل بي واحد الصديق ديالو كيقول لي اجي خرج عندي. هما ما عرفوش اسباب، فاذا بالام ديالو مشات عند الزوجه ديالو قالت لها كيفاش خارج؟ قالت لها راه عيط لي واحد الصديق ديالو. فعلا هي يمكن قالت مشى وراه غادي يرجع، راه كالعاده كيخرج مع صحابه. الا انهم في الصباح بكري كيعيطوا عليهم كيقول لهم اجوا شوفوا ولدكم، راه وقع عليه حادثه سير، حادث سير، لان بغاو يوهموهم بان راه دائما خرجوا دري هذا الشاب اللي هو وسيم اللي هو المعيل الوحيد ديال العائله ديالو اللي هو اصغر واحد عندهم في العائله. ملي استدعى ملي ديك الساعه ملي عيط عليه ذاك الصديق ديالو، فعلا دار واحد الضيعه. في ديك الضيعه راه موجودين فيها بنات، وحده قاصره وحده راشده عندها السياره ديالها، وكاينين تما ديال الخدامه تيقول خدامه منتازه، اذا بما خدامه قد ليه ما بقاوش. اذا هذا الشاهد اش كيشهد؟ هو كيشهد الا انه ما ليغاليزاش، راه شاهد بانه هو اللي عيط عليه وداهم ليهم وقتلوه قدامه قدام الانظار ديالو. شاهد عند اي كاتبه الا انه كاين البصمه ديالو في هذا الملف. اذا هاد السيده مقتول، الشهاده ديال هذه كافيه باش تجيب جميع الاطراف. الا ان ليومنا هذا باقي ما كملناش هذا الملف، مع العلم ان كاين تماطلات في هذا الملف، لان شحال هذه درت وشحال هذه درت هذيك الشكايه ديالي ودرت تذكيرات. فاذا بيمشي عند الفرقه الوطنيه، ولكن كما سمعت عند الوالده ديالي وان استدعوا ديك الكاتبه اللي كتبت هذا الاشهاد، قالت لهم انا ما كتبتوش، لانهم جاوا فعلا من اللي قتلوه جاوا حطوه شاطي على اساس وهمه بانه راه حادثه ديال السير. الا انه لحسن حظه هذا الولد ما ضربو حتى شي حد، وقفت واحد الشاحنه تما بالعاندين، لا كارت ديالو هنا، لا بورطاب ديالو هنا، سبرديتو هنا، هذا هنا، يعني ان ضربته حادثه وراه تشتت. مع العلم ان ربي كبير والروح عزيز عند الله، ملي جات الدرك الملكي رقوا فعلا بانه بقاو داوه، ما جابوا الفرقة علمية، ما جابوا حتى شي حاجة، دابين داو تما لامورك، وداو عيطوا للوالدين باش يستمعوا لهم. وديك الساعة
وقت الاستماع لوالدي، راه والدي يفهموا ما فهموا وقالوا ما قالوا، لان سمعوا واش كيقولوا، لان الجريمه قتل. انا متعهده منا وكنقول وكناكد بان هذه جريمه قتل. كيفاش غيبقى تقتل عندنا ولادنا في هذا الزمان؟ كيفاش يخبيو عليهم؟ كيفاش التسترات؟ خاص كل شيء يمشي للحبس، اللي داروا اللي ستر كل شيء، لان كل شيء مورد. لانك سترتي راه بحال درتي، يعني انا عندك عصابه اجراميه، كتكون عصابه اجراميه، وكيأكد هذا الشيء، لان الدري في الشهاده ديالو كيقول لصاحبه قال لك ملي قتلوه جابوا ذاك النوع الشرس ديال الكلاب اللي كتقصد زاد قتلوه، قتلوه تعرفوا ذاك النوع الشرس ديال الكلاب، شدوه مادام جا الاب ديالو غد ليه ديال صاحب الضيعه، لان عنده فلوس، لان عنده سلطه، عنده مال، لان ما عرفتش كيفاش ولاو كيعرفوا بان الناس عندهم فلوس يديروا اللي بغاو. ما عندكش الحق دير اللي بغيت، لا درتي واخا يكون عندك فلوسك خاصك تمشي الحبس، ما يمكنش اللي عنده فلوس ولا تبدا يخربق لينا في الملفات هنايا، لا خاصهم يجيبوه ويجيبوا الاب ديالو اللي الاب ديال الولد اللي دار معاه وهذوك الجماعه كلها ديك العصابه اللي كانت تما، ويجيبوا هذوك الافتازه غيبان لنا الحقيقه. ماذا ذاك الكلب غد ليه في الصباح قتلوه وحرقوه باش ما تبقاش الاثار ديال الكلب، لان فينا هما الحوايج ديال الدري، الحوايج ديال الدري راه هي ليه علامات، والبرديه ديالو اللي نات شال الكلب راه باقا عندهم، خاصهم يجيبوها في المحجوزات النيابه العامه. طالبنا في النيابه العامه باش يجيبوا لنا حتى ذاك الدليل الخطر اللي كاين في الواقعه، وكذلك شهاده الشاهد. بما انني دخلت عند وكيل العام الملك النائب المشرف على هذا الملف، قال لي بانه راه بينا في الفرقه الوطنيه وراه غنديروا كل شيء وغنجيبوا كل شيء وراه حتى واحد فوق القانون، وقال لي كاين هذا كاين الشاهد وما جابوهوش الحبس. قال لي بهذه الطريقه تي هو الشاهد. قال لي كيفاش ما جابوش الحبس؟ كاين الشاهد، الشاهد كافي، لان كيقول بان كان معاه وقتلوه وداروا ليه وداروا وداروا ليه. هنا ما عرفتش دوك الناس ديال تازه بعدا اللي مشاو اش كيديروا؟ علاش خدامين في ديك الضيعه؟ حنا كنعرفوا ديال دوك النواحي ديال دوك الناس كيكونوا بائعين المخدرات، كيكونوا اذا هنا كاين شي حاجه كثار وما خفيه كان اعظم، لان هذا الملف تانا مادام تعهدت في هذا الملف، لانني انا ما يمكنش نحيد يدي على ماشي ملف الا لبنت الحقيقه، لان هاد الناس راه حنا محامين ومؤدي اليمين القانونيه امام الله وامام العهد، باش ما نخونوش الشعب ديالنا، باش ما نخونوش الامانه اللي عطانا الله. لهذه الاسباب عطانا الله واحد الامانه اللي خاصنا نأديوها، وراه غنأديوها بوفاء، وكل شيء غيوصل حقه. غنخليو العيالات المكلومات اللي ديما كيبكيو ما غيبقاوش يبكيو، عرفوا بان حنا دولة حق القانون ولا شيء غير القانون.